السلام عليكم أيها الشعب السوري، هذه بعض الأخبار من قناة الجزيرة النت، يعني الجزيرة نت. هل في سوريا نقطة ضعف إيران؟ فهنا الحقيقة، يعني هذا رئيس الموساد الأسبق أفرايم هاليفي للجزيرة يقول، قال مدير سابق لجهاز المخابرات الإسرائيلي الموساد، إن الجدل الدائر في أمريكا وإسرائيل هذه الأيام يتركز بشكل مفرط على شن هجوم على إيران لكبح جماح طموحاتها النووية، ولا يكاد يولي أي اهتمام لما قد تؤول إليه الأحداث في سوريا من إنزال هزيمة استراتيجية بالحكومة الإيرانية. وأوضح إفرايم هاليفي الذي تولى الإشراف على الموساد في الفترة ما بين عامي 1998 و2002، أن حصول إيران على موقع مكين لها في سوريا يتيح للملالي في طهران مواصلة سياساتهم الإقليمية المتهورة والعنيفة في المنطقة على حد تعبيرهم. يعني هم عرفانين أنه، يعني يا شعب حلب ودمشق، وأنا هذه الرسالة أنتم بالتحديد أريدكم أن تفهموها، يعني تنتبهوا لها، لأن هذا الصراع بين إيران وإسرائيل على سوريا وعلى التأثير في سوريا وعلى ظلم الشعب السوري خلال هالعشر سنوات الماضية وأهمال شعب دمشق وشعب حلب، يعني وهذه العشر أشهر الماضية لهذه الثورة، سوف يدفع ثمن كبير، سوف يدفع ثمن كبير. والآن يجب أن تتحركوا لكي تمسكوا زمام الأمر بأيديكم، امسكوا زمام الأمر يا أهل دمشق ويا أهل حلب، وخلصونا من بشار بأسرع ما يمكن لكي تسيطروا على البرد مرة ثانية، لأن الآن صارت إيران محتلة قسم من سوريا، وإسرائيل محتلة جولان قسم من سوريا، والشعب السوري مسكين يعني محتار، من بده يراضي، بده يراضي مع بشار إسرائيل، ولا بده يراضي مع بشار إيران، ولا بده يراضي مع مين يعني، ولا مع روسيا ولا مع الصين. المهم لنكمل المقالة. وأضاف في مقال تحت عنوان كعب أخي الإيران أو كعب أخي الإيران، نشرته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية في عددها اليوم، أن إجبار إيران على الخروج مما سماه محورها الإقليمي في دمشق سيعزلها عن وكلائها في المنطقة، في إشارة إلى حزب الله في لبنان وحركة حماس في قطاع غزة، كما ينال من هيبتها المحلية والدولية، مما قد يرغم النظام في طهران على تعليق سياساته النووية. ويرى هاليفي الذي عمل كذلك مستشار الأمن القومي وسفيرا، أن ذلك خيار مأمون ومجز بدرجة أكبر من الخيار العسكري. نحن نقرأ هذه المقالة لكي يعني تفكروا فيها يا أهل دمشق وحلب، وتفكروا في مستقبل سوريا وتمسكوا زمام الأمور، يعني لأنه صارت سوريا شوربة، أنتوا نايمين والناس تقرر ماذا يحدث لسوريا وماذا يحدث. فقدنا هذا، لن نرجع إن شاء الله إليها. نعود إليكم إن شاء الله بعد دقيقة للتصحيح.